طيب دكتور حسام، بكونك رئيس للبعثة أكيد سألت على الاحتفال بتاع مصطفى شلبي، سألت اللاعب، سألت الجهاز الفني، وضح الصورة من فضلك لو تسمح. والله بص يا كابتن كريم، انا طبعا احنا ما لحقناش نسال ولا لحقنا نعمل حاجه خالص. من ساعه ما خلصنا لغايه دلوقتي يعني الحمد لله الفرحه برضو اهم حاجه، ده كبير جدا، اهم حاجه الفرحه، والناس بيكلمونا من هنا ومن هنا ومن هنا. فلسه ما شفناش يعني، ولكن انا شايف ان شلبي من اللعيبه الكبار، وهو يمكن لحظه انفعال شويه بسبب ضغوط كانت موجوده عليه الفتره السابقه. هنشوف طبعا الموضوع بالظبط، ولو في حاجه خارج الاطار او خارج السياق طبعا هيكون لنا موقف فيها، ولكن يعني قبل ما مش عايزين نسبق الاحداث ونختلق بقى برضو كلام وحصل ومش عارف ايه، لا احنا عايزين دلوقتي نتكلم في حاجه واحده فقط، ان اللعيبه دول كانوا رجاله على قدر المسؤوليه. صح، فبشكرهم على اللي عملوه، وبشكرهم على رجولتهم دي اللي انا منتظر زيها واكثر كمان، مش انا بس، ده كل الزملكاويه في العالم كله منتظرينها ان شاء الله يوم اعتقد 12 الذهاب ان شاء الله في الملعب 12 و19 بالظبط مايو ان شاء الله. من حظ لعيبه من حظ لعيبه الزمالك في المباراه ديت ان رئيس البعثه هو امين الصندوق. المكافآت اخبارها ايه يا دكتور حسام؟ يعني احنا جينا للسورس نفسه. هو طبعا اهم حاجه المكافآت طبعا. هم هي يستحقوا، يعني اللعيبه يستحقوا ان هم اجادوا جدا وكانوا جادين كمان جدا جدا جدا. هو طبعا في وجود رئيس النادي هو بقى اللي شايل هذه المسؤوليه. كابتن حسام نجيب معانا طبعا في البعثه اكيد، واتفقنا النهارده وهو اعلن اللعيبه بالكلام ده، ان شاء الله تكون في مكافاه اللي هي اللائحه، ثم مكافاه خاصه 50% من قيمه اللائحه، يعني بدون خصم الضرائب، يعني الضرائب احنا اللي هنشيلها بمعنى صح يعني. لكن هم كده هياخدوا مره ونص اللي في اللائحه. يا سيدي مبسوطين، بس هم يستحقوا عشان هم يعني النهارده بسطوا جماهير الزمالك. ايوه طبعا، يعني بقول لك يستحقوا كل شيء. مبسوطين لان الحقيقه انا بشوف ان احنا بنفتح حاجه في محلها، بنصرف فلوس في محلها في مكانها. لناس تستحق بالفعل. لناس تعبت، لناس فرحت الجمهور كله. لناس احنا عايزينهم معانا في المرحله الصعبه اللي بيمر بيها نادي الزمالك حاليا. هم يستحقوا كمان كده واكثر كمان يعني.